أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. وعدناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال المميزة. قلنا لكم اليوم الدكتور أندري نصيف. دكتور أندري، أهلا وسهلا فيك معنا بالبرنامج، نورتنا ونورت البرنامج. شكرا، شرفتونا. حابين نعرف السادة المشاهدين عن شخصك الكريم. نعم، أهلا وسهلا. دكتور أندري نصيف، لبناني، طبيب أسنان منذ أكثر من 42 سنة. ما شاء الله. درست بالجامعة اليسوعية في بيروت، وكنت حاضر بالجامعة اليسوعية مدة 8 سنوات قبل ما أترك لبنان. عايش بالإمارات منذ أكثر من بحلو 30 سنة. ما شاء الله. حابين نعرف شو متى تم تأسيس عيادة الدكتور؟ عيادة دنتالاين تأسست ب 29 نوفمبر 1991. وكان قرار شخصي جريء نوعا ما، لأنه من بعد ما تركت بيروت أنا سنة 87 بشهر 6/87 جاني أوفر، اشتغلت بالبحرين بمملكة البحرين، في وقتها كانت بعد دولة البحرين إمارة، اشتغلت بوزارة الصحة هناك 4 سنين. بس نصيحة من أحد الأحبة والله يرحمه نصحني أنه أجي على دبي، لأنه كان هو يشتغل بمجال الأويل أند غاز، وعطاني فكرة عن دبي. وأنا كنت صراحة رايح أعيش في أمريكا، ما كان لأنه عندي الأمريكان بوب، وكنت عايش يعني الأمور بالكامل ما كانت منيحة، عارف إنه أمن مستقبل لي ولعائلتي أفضل. بقى أجيت أسرة دبي وجيت سفرت دبي، حبينا دبي، وكانت الأمور نوعا ما هينة. أجرت أفتح عيادي، بلشت أخذت الرخصة المهنية والتجارية 29 نوفمبر. نحن بدبي انطلقنا من عيادة صغيرة بديرة، كنت لحالي، مع التعب مع الجهد مع العمل المكثف الحمد لله قدرنا نوصل لهون. اليوم نحن عيادة متخصصة بطب الأسنان، بولي كلينيك، تتعامل مع شتى أنواع الاختصاصات بمجال طب الأسنان، ومنجرب نتعامل مع كل العالم اللي عايش بالبلد، من مواطنين لأجانب لبنانيين لغير الجالية العربية، كلهم سوا هني من زبايننا الحمد لله. طبيعي. طبعا المنافسة في دبي هي منافسة شرسة دائما وأبدا في جميع المجالات، سواء كانت مجال الطب أو العقارات أو إلى آخره. حابين نعرف عن اللي بيميز عيادة دنتالاين عن باقي المنافسين. والله تميز، كل الأخوان خير وبركة مثل ما بيقولوا، كل الشباب شاطرين بسم الله وناجحين بدبي. نحن اللي فينا نقوله، ما بحياتي أنا عملت دعاية لا على بيلبورد ولا بمجلة، ولا دعايتنا هي كلمتنا هي عملنا. العالم اللي تجي لعنا وتستأنس بشغلنا وبعلاقتنا وبمعاملتنا بتخبر، وأصحاب أهلهم جيران word of mouth مثل ما بيقولوا بالإنجليزي، وهيدي اللي خلتنا نستمر ونتابر ونضلنا واقفين على اجرينا. هي السبب الرئيسي اللي بتخلي اي عمل ينجح في الامارات وفي غير دوله الامارات ايضا. الحمد لله. عن الرؤيه المستقبليه لحضرتكم من هون، مثلا نقول كمان 5 سنين ان شاء الله عندكم عمر طويل بالسوق دبي. حابين نعرف شو الرؤيه اللي دكتور أندري نصيف حاطها لها. بكل تواضع يعني انا رؤيتي بتكون محدوده دائما بمجال الطب الاسنان. خليني اتراجع شوي واقول وقت قررت اني اجي على دبي، النصيحة اللي اعطوني اياها جماعتنا، ناس عندهم خبرة بالخليج كله سوا، وكانوا كأنه شايفين انه دبي لها مستقبل او عندهم معلومات، صراحة ما بقدر اعرف. المهم انا اللي شفته انه هالناس كان معهم حق، لانه من النهار اللي وطأت قدماي ارض الامارات الطيبة، صراحة شفت المارد اللي كان نايم بين كثبان الرمل، كثبان الصحراء الحلوة الحارة، شفت هالمارد عم يروح شوي الى ان وصل الى ما هو عليه اليوم، ان كان دبي وان كانت الامارات ككل. صراحة انا رافقت هالتطور كله اللي صار، من امارة صغيرة تطمح طموحة حياة فيها حلوة، الى امارة انحطت على الخريطة العالمية. اليوم كل العالم صارت تسمع بدبي، كل بلدان العالم والناس اللي ساكنين بالعالم تطمح انه تجي تمضي نتفة وقت او تسوح تعمل سياحة بدبي. نحن انا شخصيا
كبرت مع هالرؤية هيدي وكنا حاضرين، والدليل انه كبرت البلد وكبرنا معها نحن. هلا من هون رؤيتي، خاصة انه هلا عاملين الاكسبو اسم الله عليهم الجماعة، الاكسبو نحن بجوز ما يكون الا فيها دور مباشر، لانه نحن منا لا بتجار لا بمجال السياحة ولا بالعقارات ولا بالمطاعم ولا بشي، بس نحن باك بون يعني عظمة الظهر اللي هي بتكون موجودة، لانه هالملايين من الناس اللي جاية على البلد واللي بحاجة لكل شيء، من مطعم لبيت لأوتيل لطبيب أسنان بجوز، نحن موجودين فور سبورت لحتى لندعم بشكل علمي مزبوط، بشكل ضمير حي مزبوط، ونقدر نكفي ونعمل كومبليمنتيشن ما بعرف كيف بالعربي بيقولوها لهالصورة الحلوة اللي رسمتها دبي. So hopefully إن تكون دبي عم تكبر ونحن بعد عم نكبر معه، وإذن الله نحن قريبا حيكون عنا فرع جديد كمان للعيادة بالعناصر اللي موجودة، وحتى عناصر جديدة ممكن نزيدهم عليها إن شاء الله. الله يوفقكم دائما وأبدا دكتور. طبعا هذا كله سبب الأمن والأمان في دولة الإمارات العربية المتحدة، هو ممكن تكون من أأمن إذا هي ما كانت الأأمن فعلا في العالم. حابين نعرف كيف ممكن الأمن والأمان يساعد على استقطاب المستثمرين سواء من الداخل أو من الخارج، خصيصاً من خبرة مثل خبرة. هيني كثير، يعني ما في شيء، ما في اقتصاد بينما بدون أمن وأمان. الأمن والأمان هو القاعدة الأساسية لحتى ينمى أي شغل فيها أي عمل. بقى دولة الإمارات معك حق، وأكيد أنه هي أأمن دولة بالعالم، أأمن من كل بلدان أوروبا، أأمن من كل أمريكا. أنا سافرت وزرت وشفت، أأمن أكيد من كل بلادنا العربية للأسف، ما بدنا نفوت بالتفاصيل. هالجو اللي عطيته الإمارات لمواطنيها ولسكانها ولزوارها خلتهم يحبوا البلد ويقدروا يستثمروا فيها بدون خوف، لأنه الأمن وقت الواحد بيعرف حاله أنه منه مهدد لا بحياته ولا بلقمه عيشه، يعرف بيعطي أحسن شيء عنده، ممكن يروح على بيته مرتاح ينام قرير العين وبيرجع تاني نهار على شغله على مكتبه، بيعطي أفضل ما عنده لحتى بنطاقه الخاص الضيق يلي هو بينعكس شوي وشوي على المجتمع ككل وعلى الاقتصاد ككل. ما في شك، ما في شك كيف نتاج الأمن والأمان هو الرؤية السديدة والرؤية الواضحة لجميع شيوخ دولة الإمارات العربية المتحدة. حابين نشكرك على تواجدك معنا بالبرنامج، وحابين نعرف كيفية التواصل والتواصل مع عيادة دلتا. والله صراحة نحن شوي عيادة كلاسيكية، بنتواصل مثل ما قلت لك العلاقات مع الأشخاص. كتار عم بيشدوا علي هلأ لحتى نفوت شوي بالسوشيال ميديا أكثر، نحن كتير خجولين بالسوشيال ميديا شوي، لأنه أنا بآمن أنه الدعاية الحلوة هي الدعاية اللي بيعملها المريض هو ذات وقت اللي بيجي لعنا وبيخبر عنا، عن علاقتنا، عن ضحكتنا، عن طريقة علاجنا، عن بروفيشنسي تبعنا. بقى كتر خير الله، يمكن نغير شوي، نمشي شوي مع التطور اللي صاير. وبدي زيد بس كلمة بعد بالنسبة لدولة الإمارات وللشيوخة، الله يطول بعمارهم جميعا، خاصة شيوخ دبي الشيخ محمد الله يطول بعمره. صراحة لولا ما فيها الرؤية ولولا ما فيها البصيرة اللي قادر كان يحطها قدامنا وقدام عيون كل المواطنين، يمكن دبي ما وصلت للي وصلت له. أنا إلي الشرف وفخور وسعيد بنفس الوقت أن يكون جزء بسيط من هالنجاح اللي قامت في دبي خلال هالسنين الماضية، لأنه مثل ما قلت أنا عشت هالمرحلة كلها سوا وقت اللي كانت دبي إمارة صغيرة وصارت إمارة بتملي الكون إن شاء الله. بنحب نشكرك مرة أخرى على تواجدك معنا دكتور أندري. إلى هنا أعزائي المشاهدين، نختم حلقتنا الأسبوعية مع ضيفنا المميز. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.